هل تعلم أن أول من نطق باللغة العربية من البشر هو آدم عليه السلام؟ قال القرطبي: يرجح أن أول من تكلم بالعربية هو آدم، فقد ذكر أنه قال الشعر العربي الموزون. جاء في تفسير القرطبي جزء 1 صفحة 283 قوله: واختلف في أول من تكلم باللسان العربي، فروي عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربي والسريانية والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام، وقاله غير كعب الأحبار. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فاللغات كلها من الأسماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة. كما أن جبريل أول من نطق بالعربية من جميع الخلائق والله أعلم. عن كعب الأحبار من وجه حسن قال: أول من تكلم العربية جبريل عليه السلام. هل تعلم أن الحيوانات تتكلم العربية ولكن لا نفقه كلامها؟ قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل، الآية 18. قالت نملة بصريح العبارة: فقال غير قيل وغير قلنا وغير تكلم وغير فأراد وغير فأمر. وكل هذه الكلمات وردت في القرآن لأسباب اختلاف لغة المتكلم وأصله. فقلنا تستعمل في حالة كلام موجه من الله إلى شخص عن طريق وحي أو رسول أو ملك دون تكليم مباشر. أما قيل فتستعمل في حالة تكون لغة المتكلم مختلفة عن العربية، وليس تعبيرا عن الماضي، لأن كل الزمان بالنسبة لله هو ماضي. إذن قالت نملة باللغة العربية. هل تعلم أن العربية أثرى لغة في العالم من حيث المصطلحات، حيث تتصدر المرتبة الأولى بفارق بعيد جدا، حيث تبلغ عدد 12,302,912 تقريبا دون تكرار؟ تأتي اللغة الإنجليزية في المرتبة الثانية ب600,000 كلمة، مع العلم أن أصل كلمات اللغة الإنجليزية عربية ورومانية وأردية. مثال: بنانا، أصلها بنان الموس، بنان الموس، بنان الموس، أي إصبع الموس. أتك، أصلها العتيق، وهو مكان في العلية توضع به الأشياء القديمة والمتروكة. أتك، العتيق. فوق، فوق، هو الضباب. فوق، فوق. وتا، قلب حرف الأم من مطر فصار معناها ماء. وتا، مطر، وتا. هابي، أصلها حبي،
وكلها من السعادة. happy hobby. gold قلادة. قلد gold قلد، وهذا وصف الذهب. earth أرض. earth أرض. معدن metal. metal كانت متن بحرف ان فأصبحت متل. متن معدن. متن معدن، وغيرها كثير. كما أن لمحب اللغة الفرنسية نصيب، حيث لا تتجاوز 150,000 كلمة مقابل 130,000 للروسية، وكلها لغات مركبة لا أصل لها. ولمن يتشرفون بمعرفة أطول لغة من حيث الحروف كما تسمى، وهي الصينية، فهي 122,800 كلمة، وتأتي التركية بعدها 111,000 ضد 145,000 للألمانية، وهي مركبة أيضا. وهل تعلم أن الحرف في اللغة العربية هو بمثابة كلمة كاملة؟ مثال ص، تقرأ صه وتعني أسكت صاد، وميم تقرأ ماء وتعني الماء ميم. كمثال في القرآن ياسين ألف لام ميم قاف، حيث اختلف في معناها ولكن أجمع في أن لها معنى. هل تعلم أن في الأصل العربية هي لغة العلم الوحيدة، فلها علم كامل يسمى علم الجمل، وهو علم لو درس بحق يفتح كل أبواب وأسرار العلوم، وهو علم يعتمد على الأرقام، فكل حرف هو رقم. حتى أن السحر يكتب بالعربية ويقرأ بها، فلا تصدق الأفلام. كما أن هناك علم الجفر وعلم الفراسة، وكلها علوم تدرس اليوم في الاستطلاع واقتفاء الأثر والجوسس والتحقيق والمخابرات، لكن أصلها عربي بحت ولا تصح إلا إن درست بالعربية. نعم، أمريكا تدرس جواسيسها محقق المخابرات العربية الفصحى. هل تعلم أن اللغة العربية لم تتغير أبدا منذ أن دون لها وجود، وكل اللغات مهما كان أصلها تغيرت؟ لذلك يقوم الأرشيف الملكي البريطاني بتدوين كل المعلومات وحفظها بالعربية الفصحى. هل تعلم أن من أكبر مراجع اللغة العربية هو لسان العرب لابن منظور، ويحتوي على 80,000 مادة وليس كلمة؟ مع الشكر، نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهي بعنوان هل تعلم عن الخدعة؟